كل السيدات اللي بيتابعوني بيبتكروا قطعتها ادتني الشكل دوت. انا لسه استنى، انا عايز انفذها بصراحه. شوكولاته دخلت الميكروويف، لا عايز فيها نقطه ميه ولا زبده ولا حاجه، شوكولاته وزيت بس، غير كده الوصفه تبوظ. دلقت الشوكولاته كلها هنا عشان ابدا اكسي القاروره ديت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت. ادي انا لفها 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 كده لما تتكسي تماما 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 بالشوكولاته اللي عندي دي، وفضي يا عم.